السلام عليكم حبوباتي، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم طريقتي في تحضير عصير ديال لوبيرين. راه في المغرب تيتباع في باكي هكا مربعين او تيكون فيهم البايب والمذاق ديال الشوكولا. غادي نحتاجو في المقادير على البركه 2 فنجانات، من الاحسن يكونوا كبار. غنحتاجو كاس فانيلا تقريبا 4 معالق. بالنسبه لي انا ما تنستعملوش، غادي نحلي بعقده ديال التمر ديما تنعدلها في الدار، سوا عقدة التمر سوا الزبيب. ان شاء الله غادي نصور لكم الطريقه ديال التحضير ديالهم. تنحضر الزبيب هكا في الثلاجه فوق ما تنبغي نحلي اي حاجه، وسيرتو لي جو تنعمل سوا عقدة ديال التمر سوا الزبيب، من الاحسن ما تنفضوش السكر الابيض. بالنسبه اللي ما عندوش العقدة ديال التمر هو يعمل سكر اشقر ولا سكر ابيض، تقريبا 6 المعالق بالنسبه لهاد العباد اللي غادي نعطي، ويمكن السيده تنقص ولا تزيد على حسب الاول اللي تتبغي. غنحتاج 2 معالق كبار ديال الكاكاو اي مارك، ممكن نسكوي. غنحتاج ساشي ديال الفاني، غنحتاج 0.5 لتر ديال الحليب يكون بارد ومزيان. اول شيء غادي نقشرو لوبيرجين ديالنا بهذه الطريقه. غادي نقشرو بشكل كامل، ماشي كيفما تنعملو الزالو تنقشرو غير النص ولا جهه وجهه، لا نقشرو بشكل كامل. بما اني ديجا غسلت الباجين عندي، غادي ناخذ كاسرولة ونعمل فيها القليل ديال الماء. وغادي نقطع فيها الباجين ديالي عشوائيا هكذا، وغادي نعملو على نار يطيب تقريبا ربع ساعة او اقل. انا لو غادي تنعرفو ما تيستحملش هاد الكلاب، وغادي نسطرو ونعملوه في الثلاجة يبرد. كما شفتو معايا غادي نغطي عليه وغادي نعملو على النار حتى يطيب لينا. ملي نقويو هكا بالموس غادي يلقاوه يبقينا كبار. الان من بعد ما قلت لينا الخليط غادي نعملو لوبيرجين كيف ما تشوفوا معايا. غادي ندخلو الحليب يكون بارد تقريبا 0.5 لتر، مع فاشية ديال الفاني، كما قلت لكم انا غادي نحلي بالعقده ديال التمر وندير هذه القياس. بالنسبه للسكر ما غاديش نستعملو، غادي نضيف 2 معالق ديال الكاكاو، وغادي ندير الفل يتطحن. Thank you.
بيتي عافاك لا تكستور ديالو تتكون بهذا الشكل. الان مبقى لي غير نخدمو بالصحة والراحة. هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، تتمنى تجربو تيجي غزال وحي لذكيه باش نشربو حنايا او ناكلو لوبيرجين اوترومون. بزاف الوليدات ما تيبغيوش، ومن الاحسن تفاداو القلي. بهاد الطريقه تجي لذيذه وصحيه. كما شفتو معايا ساهله في الطريقه، يعني تنسلقو غير لوبيرجين وتنضيفو له باقي المكونات وبالصحه والراحه. تتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتشتركوا في القناه ديالي وتبارطاجيوها في صفحاتكم ديال وسائل التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده ويشوفوها صحابكم. وشكرا لكم، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات شيوات لاله بوتينه.